وللمزيد من التفاصيل عن ثورة العشرين انطلاقا من البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بمناسبة مرور 100 عام على اندلاع ثورة العشرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة إبراهيم العجيلي. أهلا بكم سيدي. يا مرحبا، أهلا وسهلا، عليكم السلام، تحياتي لكم ولجميع مشاهديكم بالعالم. سيد إبراهيم، انطلاقا من الذكرى المئوية لاندلاع ثورة العشرين، كيف ترى لجنة الميثاق الوطني العراقي هذه الثورة؟ بالحقيقة ثورة العشرين تعتبر يعني ملهمة لنا في نضالنا اليوم ضد الاحتلالين الإيراني والأمريكي، فنستقي منها معالم هذه الثورة وخطوطها وانتشارها، خصوصا وأنها انتشرت من أعالي الفرات إلى جنوب العراق، وبحق هي امتدت على امتداد الفرات الأوسط، فإحنا عندنا ذكريات بها بأساليبها رغم الخلاف البعد الزمني بين اليوم وبين قبل 100 سنة، حيث ذاك الوقت كانوا الشيوخ ورجال الدين يلعبون دورا رئيسيا بهالمسألة، هذه مسألة الكفاح ضد الاحتلال الإنجليزي. عن اليوم فرق كبير، انه الشباب هم الذين يتصدرون هذا الكفاح مستنيرين باساليب ابائهم واجدادهم واسلافهم. وفقا للبيان، فان انتصار ثورة العشرين يعود للوعي وتلاحم الشعب بكل اطيافه، ما مدى حاجة العراق اليوم لمثل هذه القيم؟ نعم، احنا نعرف يعني التاريخ، من بطون التاريخ نعرف أن الثورة العراقية، ثورة العشرين، هي الثورة العراقية الكبرى، مثلها صنوانها الثورة السورية الكبرى بزعامة إبراهيم هنانو، ونحن ثورتنا بزعامة رجالنا وفي مقدمتهم الشيخ ضارب محمود اللي قاد الفرات الأوسط. طبعا هناك شيوخ عشائر كثيرين وهناك رجال دين كثيرين، تعدادهم لا يسع ذكرهم لا يسع في هذه العجاله، لكنها موحده، وكانت التعليمات والتوجيهات بينهم كالنار في الهشيم، وواجهوا المستعمر مواجهه جديه، وقتل ضباط من الجيش الانجليزي وافراد من الجيش الانجليزي على مذبح هذه الثوره. نعم. باعتبار أن الوعي يعتبر أحد المقومات الأساسية لأي حركة سياسية أو شعبية، برأيكم من المسؤول عن غياب الوعي في العراق بعد عام 2003؟ أولا الخطط الاستعمارية اللي رسمت للعراق في 2003، في احتلال 2003، هو بني على أساس توزيع الشعب العراقي وتنسيقه إلى ملل وطوائف، وذكر منها مثلا انه الشعب العراقي قبائل، حتى والقبائل ممكن تتقاتل بين بعضها، الطوائف ممكن تتقاتل بين بعضها، العرب يتقاتلون مع الكرد، العرب يتقاتلون بين بعضهم سنة وشيعة والى اخره. هذه سياسة امريكا الجديدة اللي هي سياسة يعني تمزيق الوطن، تفتيت المفتت، فهكذا يعني بني عليها. لكن الوعي الجماهيري والوعي الوطني الموجود المتأصل جذوره في تربة العراق أحال دون ذلك، وأعاد اللحمة وأعاد تنظيم الشباب في لحمة واحدة، في مجموعة واحدة، في كتلة واحدة اسمها ثورة تشرين. إلى أي مدى ترى أن ثورة تشرين اليوم باعتبارك تحدثت عنها تعمل على إعادة بث الوعي في كفاحها ضد أحزاب المحاصصة الطائفية؟ نعم، يعني إحنا إذا ممكن أبدأ لك من منظمتنا اللي هي القائدة أو المنظمة للعمل هذا، هي متألفة متكونة من طيف الشعب العراقي بكل مكونات الشعب العراقي، كذلك المظاهرات أيضا مكونة لها تنسيقيات من كل أطياف الشعب العراقي وكل محافظات العراق، موحدة بالشعارات وموحدة بالمواقف وبتوقيتاتها، وهكذا سرت الأمور والتزمت التزاما قطعيا بسلميتها.
لأن نحن لا نريد أن نطلق أي شرارة نار في ساحة العراق اليوم، العراق غير الموحد، العراق المجزأ، العراق الذي تحتله جيوش أجنبية تبدأ من أمريكا وتنتهي في إيران. كيف يبدو مستقبل العراق في ظل معركة الوعي هذه التي يخوضها الشعب في ثورة تشرين؟ هناك تطورات جديدة حصلت، وخصوصا الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقد تفضي هذه التطورات إلى زحزحة بعضهم البعض. والتطورات الأخيرة خصوصا تعيين رئيس وزراء جديد، أنا لا أعول عليه كثيرا لكنها جزء من التحولات. هذه التحولات ستفضي بالأخير قطعا إلى إرادة الشعب العراقي والخلاص على الأقل من هذه القوى الأجنبية الجاثمة على صدورنا. شكرا جزيلا لكم سيد إبراهيم العجيلي، رئيس أو عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.